الاحباب زينين، السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا بيان. كي راكم دايرين لاباس بيان؟ نتمنى لي فيديو اللي راني نحطهم راهم يعجبوكم. قبل ما تبدا تفرج حبيبي، هو كيما راك دير جيم، من بعد دير كومونتير، دروك دير جيم باش يطلع الفيديو باش تبين الحضور تاعك. والمشاهدين الاوفياء يديروا لنا لي كومونتير باينين معروفين، نعرفوهم توجور ريبوندو ليهم. ربي يخليكم حبيبي، وميرسي بوكو على الدعم. فيديو تاع اليوم جينا نكملو لي صور تاعنا، لي صور تاعنا حبست لا دينيير فوا في الفيديو اللي فات. اللي ما تفرجاهش يروح يتفرجاه، هو لي المانيا عاد من جديد وتوجور لي فيديو. ورانا رايحين ان شاء الله نكونوا في المستوى. ان شاء الله كي نكمل لي صور تاعي غادي نديرو جوله عبر العالم، كاع البلدان اللي تمدهم الجزائر بلا فيزا غادي نروحو لهم، والكاميرا غادي تشوفو بعينيكم. هذا تليفون، ان شاء الله نجيبو كاميرا من القدام. اللي باغي يدعمنا القناه خوتي، نحط لكم البيبل تاع القناه، يدي كونتاكت معايا يدعمنا القناه. انا ماليش انا حاجه نخدمو بها، سي بون خوتي. غادي نحكي لكم، بعد ما استقريت في مدينه دورتموند في الدوار اللي عطاوها لي في مدينه دورتموند، عطاوني فيه سكنه، استديو فيه صالح، كل شيء كما قلت لكم راهم في الفيديو. حكيت لكم قلت لكم شنو عطاوني، وراو لي السوسيال، قال لي بلي تجي ترفد منا الشيك تاعك شاك موا، تدي شيك 350 اورو، نروح للبنكة نعطيها لهم يعطوني 350 اورو. خدموا لي كارطة تاني وليت نفوت بها، نروح عند دونتيس، نمرض، نروح عند اوبتيسيان، خدموا لي نواضر، قالوا لي ما كنتش في غاية، خدموا لي سنية. الشهر الاول تاعي في المانيا، شهر الزواج تنجم تقول، شهر هذاك جديد جديد في ليشكا، بلعت هذيك الدار عاود رجعت عند صاحبي، ما بغيتش نقعد فيها باسكو وليت كنحل الثقة نشوف غير الغابة غير الخلا، نبغي نشري كاش حاجة من السيبارات ولا ما نلقاش قدامي، سي اوبليجي ليا نديبلاسي، نركب تران ونديبلاسي باش نروح للدوار كيما نقولوا للفيلاج، نشري صوالحي تما ونعاود نرجع. انا ما بغيتش هاد المعيشة، رحت وليت عند صاحبي، قاعد مع صاحبي في هذيك الدار تاني، عطينا في بلاصه شابه، هو بعيد عليا بخمس سوايع على البلاصه اللي انا عطوني فيها سكنه. بورتون طحنا دي فامي كيما نقولوا، طحنا ولد عمي في النكوه، انا طحت كيفها في النكوه ومغاربه. نعاود نولو النقطه علاش نطيحو مغاربه، باسكو الجزائريين يطيحو مغاربه والمغاربه يطيحو جزائريين، باسكو الناس كاين الناس في التعليقات قالوا لي هو ري علاش طيح مغربي وعلاش ما طيحش جزائري. لو كان طيح جزائري غتسهل عليهم ديريكت العمليه تاعك باش يفرزوك ويبعثوك للبلاد. اخي المشاهد، بصح كي طيح نتايا بجنسيه ماشي تاعك، تونسي ولا فلسطيني ولا سوري ولا مغربي، غادي تطول عليهم شويه وانت راك قاعد عندهم، باسكو يعني راك عايش في بلاد داير لجوء انساني وغادي يبحثوا عليك ويخدموا عليك. اسكو هدرتك بصح، اللي قدمتها في الانترفيو، التصريحات اللي قلتهم بصح، فاهم؟ ياكتيفوا عليك وما مادا بيهم يقبضوك يركبوك الطياره، هيا باي باي لبلادك. بصح انت كي تطيح جنسيه مختلفه تنسيهم شويه، طول لهم خدمتهم، تعييهم شويه، راك فاهم خويا العزيز؟ كيما هكا كل واحد كي يبغي يطيح، انت تحمل المسؤوليه تاعك. انا طحت مغربي، تحملت المسؤوليه تاعي، علاش؟ باسكو العواقب جاتني مقودة من بعدها، من بعدها ما لقيتهاش سهلة، من بعدها تبغي تتزوج، تبغي تخدم كوارتك، يزيد عندك غريان، تبغي مش عارف انا اش دير، تبقى في مشاكل، لازم تخلص محامي ودي افوكا وتعطيه دراهم ودي كونسومي بزاف دراهم باش يبدل لك اسمك، تما غبينة وصاي. مليحة يجي واحد يطيح فولو يقعد غير ان بيريود تاع عام ولا ست اشهر ولا عام ونص، من بعدها يرفد كارتو ويبدل بلادك، فاهم؟ مليحه لالما تخزن فيها في المشتى، ما يكونش عندك دار تروح تخزن فيها، مليحه تجي من البلاد حراك ما يكون عندك والو تروح تخزن فيها دير ازيل وراك عايش فيها بلا ما، ترفد روحك شويه تلعب شويه دراهم شويه قش وتبدل البلاد. هذه هي زعما الطريقه تاع الالمان، واللي بغى يعيش فيها ديفينيتيف سي اوبليجي عليه يقول عايش في السيريو، ماشي كيما نقولوا احنا ما لقيناش اللي ينصحنا، كيما لقيتوني نتوما دروك انا قدامكم راني ننصح فيكم، صافي فهمتوني؟ انا دروك راني ننصح فيكم، راني نعطيكم في دي كونساي باش ما تطيحوش في الغلطات. انا على هاني داير شاب، حاجه الاولى ونصارحكم وما نكذبش عليكم باش نتقوت على روحي، عاونونا بالبارطاج، بارطاجونا لي فيديو. حاجه الزوجه باش تتعلموا من لي فوت تاعي، خاطر انا درت لي فوت، متمني منيش متمني اي واحد يطيح فيهم،
مانيش متمنين الحاجة الأولى ديروا مشاكل. المشاكل هي أنواع: تدابس، مشاجرة، تسرق، تدخل في المشاكل تاع المهلوسات والمخدرات والصوالح، تضرب ناس، تضرب امرأة، تضرب واحد، دير مشاكل، تهرس. هادو كاع الصوالح، هادو كاع المشاكل عالقين في الحياة في غربتك. يعني تجرب غربتك تولي مكسرة مدمرة، تكمل زيرو وتكمل مال لافير تاعك لا دخلت فيها الصوالح. باغ اكزومبل انا الحاجة الأولى اللي دخلتها، دخلتها بطريقة غير شرعية ألمانيا، دخلتها بدون حلفة ودرت مشاكل، سرقت فيها، دخلت الحبس فيها، فهمتني؟ هادو كاع صوالح اثروا عليا في غربتي اخويا. تما نتايا راك باغي تروح لالمانيا، عندك حلفه، ما ديرش مشاكل، ما تسرقش، صافي ما تسرقش خويا، ما تسرقش. ما لا بغا تشوف صوالح محطوطين شيطان يلعب بيك وبزاف، ما يكونش عندك تقعد عندك. باغ اكزومبل تحمل المسؤوليه تاع نفسك. انا نتحمل المسؤوليه تاع نفسي. انا واحد من الناس سرقت في المانيا. ما تجيش تقول لي تجهر بالمعصيه ومن هذيك هضرتك خليها عندك، زيدها في رايك خويا. صافي انا كي سرقت ما كنتش لاقيش ناكل، كي سرقت ما كنتش لاقيش نلبس، كي سرقت ما كنتش لاقي باش نعيش. حبست انا، ما تقوليش كنا يعطوك 350 اورو ني جايك في الهضره. ما تجرش مك الكلمك عالته حشاكم. انا كي بلعت هذيك الدار اللي عطاوها لي ورحت قعدت مع صاحبي، حبسوا لي هذيك 350 اورو، رسلوا لي بريا، عيطوا لي في التليفون فلان بالفلان. قلت لهم ما نفهمش، اي دونت نو سبيك دويتش. قالوا لي الله يسهل عليك كملوا فيها وهضروا بالالمانيه. من بعد انا وليت نهضر اللغه. شاولا يقولوا لي، قالوا لي لما فاتش لا فات فيك ما قعدتش في هذا الدار غادي ندوها لك، ولا فات فيك ما جيتش قعدت في هذا الدار الخلصه غادي تحبس. الناس اللي كان عندهم خلصه وماشي قاعدين في الديار هذوك اللي عاطينهم الدوله كانوا عصارين دي كونت بونكر. انا في الديبي تاعي ما كنتش نعرف، ما كانش اللي كان يحلبني، ما كنتش صاري كونت بونكر، فاهم؟ حبسوا لي هذيك الخلصه 350 اورو، عطاتني العين وليت نهضر مع صحاب. عطاو لي 350 اورو الالمان مليحه من هنا، ضف جابوا لي رقاد، حبسوا لي 350 اورو. وليت نسرق، وليت نسرق باش نلبس، باش ناكل، باش نبيع، باش نمشي حياتي، باش نتقوت. ما كناش نجلسوا ناس، ما كناش نضربوا ناس، ما كناش نجلسوا نساء، ما جلسي ناس شوابين، كنا نخونو ستيل. يعني خويا عجباتك تفرج، ما عجباتكش ما تفرجش، خش قود عليا، ما تقعدش دير لي في الكومونتير خاسرين. متى هذه زعما؟ هذه هي. يعني كنا ندو الحوايج لي مارك الريبلاي جي ستار دي اس جي نت تركويات، كنا ندو الغافلوغان، كنا ندو لي بيس من اش اي ام من زارا، كنا ندو جاك فورسكي، كنا ندو لي مارك باينين تركويات، كنا ندو الفيستات في البرد، كنا ندو الكوستيمات نبيعهم الاتراك من الاشياء من الزهرة من لي مارك واحد اخرين. المهم ندو قش جديد، ندو قش جديد نروحو نبيعوه. ما كناش نعرفو الناس اللي تشري علينا. شكون يشري لك حرا كيفا كيفك؟ لا ما عندهاش دراهم. يشري لك واحد عنده كواعد، يشري لك واحد مغربي، يشري لك واحد لبناني، يشري لك واحد سوري، يشري لك واحد افريكان جا من الصومال جا من اغريتيريا، فاهمني خويا؟ يشري لك واحد بنغلي من بنغلاديش، يشري لك واحد الباني، يشري لك واحد روماني سربي. هنا نعرف بلايصهم، نروحو القهاوي منا، قال عندي شويه صوالح، تولي لاش عندك دي فوتو سلعه اديداس، عندك سروال، عندك جين، عندك تريكو، عندك فيستا، عندك الريحه، توري لا يدي عليك تبيع لها بنص سومه. هي دير 100 اورو في الحانوت تبيعها 50 اورو، هي دير 80 اورو تبيعها 40 اورو، هي دير 200 اورو تبيعها 100 اورو، فيستا دير 400 اورو تبيعها 150 اورو 200 اورو. ولا لا تقوتوا راك تفليكسي، راك تعيط داركم، تشري تليفون، تعمر كونيكسيون، تاكل تاكل مش عارف، تشري صوالحك باش تدوش، باش تحمم، تشري كوفيرتا باش تغطى، باش ترقد. تما لا درنا حاجه حرام، ولا جعل ربي يغفر لنا ويسمح لنا، الحمد لله. كما قال لك التائب من الذنب كما لا ذنب له. وانا واحد من الناس دروك حاليا الوقت الحالي عفا الله عما سلف ما ندير والو، صافي لندن اللي هبز زعما صوالح. صافي شاولا نهضر لكم على تجربتي وقصتي وحكايتي، ما تجيش تنتقدني خويا العزيز برحمه والديك. الله يرضي عليك الشوابي، ما تجيش تنتقدني تعيرني في لي كومونتير.
انا اللي هضر هضره من قلبي، اني صالح في الشعب بالعفويه التامه، اذا الشعب يعرفوني ولي زابوني تاعي يعرفوني باللي فت على طريق راني نحكي فيها اش صرالي. ناس قالك عاود تحكي لنا لي ستوار تاعك راني نحكي فيها. كنا نافيغو من تالي، ما عندكش ماكله خويا، تدخل سوبر مارشي تعمر وراك خارج، تقول ليش ما يقبدوش منا الالمان ماشي كيما فرنسا كاع. الالمان ماشي هنا بنادم ما كانش يخلص، ماشي هنا تجي فايت عليها وصاي، تبغي تروح تخلص تبغي ما تخلص خرج. ولقاش كذا وقلت ليه بشويه 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 بشويه، وليت نعرف بلايص، نعرف الطريق، نعرف تراكي نركب، نعرف منا نعرف منا. تبع الحرفه اللي ولات عندي اعزائي المشاهد زعما حرفه اللي ولات عندي زعما وليت نافيغي هكا زعما صافي فهمتوني. هذه النقطه الاولى كيفاش وليت نافيغي في المانيا. نافيغي الريحه، نافيغي الحوايج، نروح القهاوي نبيعوهم للمغاربه، نبيعوهم لهذا، نبيعوهم لهذا صحيح بابي. هذه هي دروك عرفتوا كيفاش كان ينافيغي هو في المانيا وبقيه الحراقه اللي كانوا في المانيا. واي واحد نتحداه، نتحدى اي واحد جا للغربه وما عندهش بابا وماما يبعثوا له دراهم من الجيري، مين كان يجيب دراهم؟ شا تقول لي نخدم الخدمه اونوار قليله في الالمان، ابار الا كان عندك عرف وفاميليا باش يدخلوك تخدم. حاجه الاولى خدمه اونوار صعيبه في الالمان غير نساها، لك لي زالون هما يعطوك تسريح باش تروح تخدم، هما يعطوك تسريح يعطوك اوتوريزاسيون تاع الخدمه، وانت حتى تكون تهدر دويتش يعني حتى تتاقلم وتندمج في المجتمع الالماني اوكي، حتى تتعلم لغه. وكيفاش تتعلم لغه؟ تروح ليكول تقرا 4 ايام في السيمانه من 8 تاع الصباح للربع تاع الشيه. واحد من الناس انا قريتها، راني جايكم غير بشويه. المهم الحاجه الاولى اللي ولينا نديروها نافيغاش، تعلمت كيفاش نافيغي. خطره سيدي تليفون، خطره سيدي ميكرو، اي كلود كان عندك ما خرجش، راني نحكي لك على وقت الاي كلود كان عندك ما خرج صافي فهمتني يا اخي عزيزي المشاهد. اي كلود كان عندك ما خرج صافي فهمتني. يا باش ديرها في راسك غاية. كي جا الاي كلود صاي خينا تاع التليفون تكملوا معاها. لما كنا نهرسوا ديار ما كنا نديروا هذه، ما كنا نتقوتوا غير على حسابنا. نجمش انا نهز بها اخويا، ما عنديش بها قار باش نهز الدار، ما هضر لكم بصح نيشان. حاجه اخرى نفوت في هذوك الايامات فرحان دهشة عندك فيا، جاي جديد المانيا راكم تعرفوا الالمان دورتموند دورتموند، نهار تروح الستاد تفرج الريال، نهار من ده نهار من ده، نهار لقيتك كيخش، نهار دورتموند، نهار باير، التحواس، التجولات، السياحة، هذه بيسين، هذو بحورات، لا بحر الله يحفظ، استغفر الله غفور رحيم، بحر مكانش. هنا كنا عايشين في قلب المانيا، يعني في وسط المانيا مدينة دورتموند، يعني مكانش بحر. البحر في المانيا كاين في الشمال من جهه هامبورغ كاين بحر. هنا وين كنا عايشين كاين الراين، نهر الراين القاطع بين في اوروبا، القاطع يعني هو يدي منا من الكوتي ازياتيك حتى لاوروب، نهر الراين يعوموا في الراين ولا في ليبيسين. قال سياحه ودوران راكم تعرفوا فراشات منا مقابره هذه ايد واحد غير يتمشى بحال فمه، مجتمع جديد بيزار كلشي شبه في الالمان. اش نقول لك خويا، كلشي شباب، الماركات، الحوانيت، لي سوبرات، البيتزات، راني نقول لك الماكل، حبوب الكحله، كلشي كاين. فتنه كبيره خويا، بوان 18 فتنه كبيره. وسمحوا لي العائلات اللي تبعوني ونساء وبنات الفاميليا على هذا الكلمه، فتنه كبيره في المانيا لا توجد في فرنسا، لا توجد في اسبانيا، لا توجد في بلجيكا، لا توجد في ايطاليا، فتنه كبيره في المانيا. عندهم بائعات الهواء في الفيترينات واقفين، في الفيترينات واقفين عزيزي المشاهد. صراحه راح تروحوا للالمان تشوفوهم بعينيكم. ما تقدش تسكن مع امك، تقدر تعيش مع ماماك، مع امك ومع اختك وداركم كاع في المانيا عادي جدا. لكن في واحد الاماكن في المانيا كاع المدينات فيهم بائعات الهواء، هاكا يعبروهم باللغه العربيه هذه هي بائعات الهواء في الفيترينات واقفين كيما لي ماركه تاع بلاستيك اللي يلبسوهم الحوايج كيما هكا واقفين وحده حدا وحده وحده حدا وحده وحده حدا وحده تتمشوا بطرطق عيني. سمحوا لي سمحوا لي ولا ما تفلتيكم تتمشوا بطرطق عيني هاك مخلوع شو هذا
قلت له يقول صاحبي شو هذا اخويا؟ قال لي واه شوف اسكت انا كمان نيتك 25 اورو البسيه قليل البسيه قليل هاي بيزار اقسم بالله شارع احمر كل حومه كل مدينه فيها شارع احمر كل مدينه فيها شارع احمر بيزار ها 24 ساعه ل 24 ساعه ما يبلعوش حالين ثم نتايا اروح قول لي ولي سيريو وتمشي سيريو وعيش سيريو وما تنساش دينك وما تنساش اصلك تنسى كل شيء مالك تنسى كل شيء كل شيء تنساه لا غالب خويا مين انت مريض ولا مالك هذا حيط راه مورايا حيط راه مورايا فراشه هاي لا فراشه ايماجيني 90000 فراشه محطوطه لاصقه حداها تشوف فيهم هادو غير فراشات غير تصويره هذيك ايماجيني نتايا نساء كاسيات عاريات يقول لك لا ما ماشي مليحة لا ما مليحة أخويا لا ما مليحة زدمتنا في حاكم شوب طل يا مواطن روح الله ما تشوف هاد صورة هاد صورة تحوس عليهم في اليوتيوب تلقاهم شوف درتي تبرر لك بلي درتي كائنة منها فاهم خدت أنا واحد من الناس يكون عايش في وهر مدينة جديدة لا باسكي منك مين عيون هذه تروح في لوندما تشوف البحر بعيد عليك تشوف بابور بعيد عليك ما تشوف والو إذا شبيبة دروك في البلاد مساكين كاع راهم العنوسة يديرا حالها تجي فايت عليه وحدة لابسة جلبة بيقاب راها مسكينة متحارة تشوف النساء الله كيما نقولو الله يجعل ربي يسمح لنا صاحبي هذا ما نقولو الله يجعل ربي يسمح لنا المهم هادوك نسى مشيت عام قابر هادوك تاع نسى تاع خلص السلام عليكم البس يا قلي اللي ما جريت نزاو صاحبي خوتي روعة اش نقول لكم الصورة تتكلم وصاي الله غالب مانيش قادر نعبر خاطر كاين ناس نحشو منهم كاين ناس كبار كاين ناس يتبعونا والله العظيم زعما الشيطان يجبدك تولي دير كل شيء باش تبع الشهوة تاعك لا في الماكلة لا في اللبسة لا في الحو التحواس لا في الزينة لا في حاجه قاعد اخرى بيزار قاع كبيره شاولة تولي ضروري تجيبه يروح لك ما ترسل داركم ما ترسل بوك ما ترسل امك ما ترسل خوتك ما والو دراهم حرام يروحوا في الحرام النقطه الاولى هذه حكينا عليها هي واحد كي كان ينافيغي في المانيا بعد المداومه الفيديو الجاي غادي نحكي لكم كيفاش عرفت فتاة ألمانية صدفة بلا ما تكلم لغة ألمانية بلا ما تكلم لغة ألمانية مشي غير عرفتها وصحي بزاف صوالح صراو خوتي ماشي ملاح دروك راكم تضحكوا على بالي تقولوا فيديو شباب منا يعرف يهضر بصح صراو لي صوالح بيزار خوتي قصة بيزار يا ما كنتش نقرا فيها تكمل المال خاطر كملت فري مال والله العظيم خوتي ما سهلة حبابي زينين الناس اللي كنتو تفرجوا في الفيديو الله يهديكم اللي ماش دير ابوني دير ابوني خاطر راكم اللي مشي يديرين ابوني كثر من اللي عم دايرين ابوني حبابي اللي يبغوني ولي زامي مرحبا بكم احبابنا ديروا ابوني اشتركوا في القناة توجو لي فيديو وغادي نكمل لكم لي صور تاعي غادي نحوس بكم غير بلايص شابين غير البلدان الشابين البلدان كاع اللي مدوا فيزا الجزائري غادي نروح لهم وتشوفوهم بعينيكم كاع البلدان اللي مدوا فيزا الجزائري بلا فيزا باردون مو بلا فيزا الجزائري غادي نروح لهم يا لو كان السودان يا لو كان هونغ كونغ تايلاند نروح باكستان نروح دعموني خوتي طلعوا لي لاشين تاعي كما دعمتوها لي نهار الاول تحياتنا لكم خوتي الاعزاء تلاقوا فيديو جديد ربي يخليكم الموت عليكم تحيه لكم من عند هواري المانيا تشاو تشاو 19 دقيقة راكم فور على 100